السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايبي عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بألف خير وهنا النهاردة بمشيئة الرحمن هنعمل طبق كشري محترم جدا كشري مصري الكشري اللي كل الناس بتحلف بيه وحبيب الملايين هنعمله بطريقة حلوة جدا وبطعم مميز هينافس طبعا اكبر محلات الكشري وهتاكليه بمنتهى الطعام والنظافة وشكل كده حلو زي ما أنتي شايفة وتقدميه لأحبابك بطريقة لطيفة ويلا نسمي بالرحمن وندخل نشوف هنعمله ازاي اول خطوة هنبتدي نجيب اربع بصلات كبار نبتدي نقشرهم ونبشرهم بالمبشره بتاعه البطاطس الشيبس كده علشان يبقى زي ما احنا شايفين ترانشات رفيعه زي ما احنا شايفين اهم حاجه البصل لما تقطعيه تقطعيه تقطعي ترانشات رفيعه جدا علشان يبقى ارفع حاجه لان ده بيساعد على انه يبقى مقرمش جدا تاني خطوه بتخليه معانا كريسبي قوي اللي هي بنضيف معلقتين من النشا كده على الكميه بتاعتنا او معلقه من النشا ومعلقه من الدقيق نعمل ما بينهم مكس كده وننزل بيهم على البصل ونفككه زي ما احنا شايفين بايدينا بالشكل اللي احنا شايفينه ده لازم البصل كده يبقى متفرط ما تنزليش بيه زي ما هو ترانشات على الزيت لازم تفككيه كده وتقلبيه في النشا ويتغلف تماما كل حبيبات البصل بالنشا ثالث آه، خطوة بقى علشان يبقى مقرمش خالص لازم ننزل بيه على زيت غزير ويكون سخن جدا وكمان ننزل بيه واحدة واحدة كده ما ننزلش بالكمية كلها يعني الطاسه ما تبقاش مليانة قوي علشان آه، يتغلف بالزيت كده السخن وينزل يقرمش كده على طول ما يطراش معانا دي اهم تريكات البصل اول تريكه لازم يبقى ترانشات رفيعه ونغلفه بمعلقتين من النشا او ميكس ما بين النشا والدقيق ثالث خطوه ينزل في زيت غزير سخن وكمان نفككه كده واحنا بننزل رابع خطوه بقى ان احنا طول ما هو بيتحمر نفضل نقلب فيه تقليب مستمر كده علشان ما يتكتلش في بعضه ويبقى كتل كده احنا عايزينه متفكك و مفرفط كده وما يبقاش متكتل في بعضه هنفضل طول وقت التحمير نقلب فيه وما البصل طول ما هو على النار لان البصل حساس جدا بيحمر بسرعة ولو احمر معانا زيادة عن اللزوم هيبقى لونه غامق وممرر وطعمه مش ألطف حاجة فاحنا عايزين ناخد نتيجه كويسه يبقى لازم نهتم بالحاجه اللي بنعملها عشان تطلع كده شكلها حلو وطعمها وتستاه عالي معانا ابتدى ياخد معايا اللون ما شاء الله الجلد القمر اللي احنا شايفينه ده هنبتدي عنا معاه بقى في الوقت ده لازم اخرجه من الزيت لازم اخرجه من الزيت على مصفى انا بحب كده اجيب حاجه اخرجه عليها علشان اتخلص من الزيت الزياده هجيب المقصوصه بتاعتي الشبكه دي واخرجه عليها علشان اصفي اي زيت زيادة منه علشان الزيت لو فضل فيه فترة هيطري وانا عايزاه يبقى مقرمش وكريسبي معايا كده ويقرش وانا باكل الكشري شايفين معايا الزيت اللي بينزل منه لازم الحركة دي اهم حاجة كمان اخرجه على مناديل المطبخ علشان لو في اي زيت تمتصه ويفضل مقرمش معايا وكمان يبقى صحي ما يبقاش فيه كمية زيت ولا حاجة هنعمل بقى الكمية التانية هنعمل بنفس الطريقة ننزل برضو على الزيت ويكون سخن وننزل بواحدة واحدة كده ما ننزلش بكمية مرة واحدة بإيدنا كده ننزل شوية شوية ونبتدي بقى نقلبه وطول ما هو في الزيت لازم نستمر بالتقليب من وقت للتاني علشان كل البصل ياخد لون موحد وما تبقاش حتة كده فيها البصل الحمر خاصة الأطراف عند الطاسة وكمان الوسط يبقى لونه فاتح نفضل نقلب باستمرار لحد ما ياخد معانا اللون الجلد الأمر اللي احنا بنحبه والقرمشه اللي احنا عايزينها في البصل بتاعنا طبعا البصل معروف طبعا في محلات الكشري ان اسمه الورد من جماله من لونه الحلو وكمان هو بيتزين بيه طبق الكشري فبيسموه الورد انا سرعت الفيديو شويه علشان ما اطولش عليكم بقلب كده كل نص دقيقه تقليبه حلوه واجيب اللي جوه بره واللي بره جوه لحد ما يبتدي يلون معايا اول ما يلون كده كذا حته منه ببتدي اخلي بالي قوي عليه علشان لونه ما يغمقش ويمرر معايا ويبقى طعمه مش لطيف هنبتدي شايفين معايا اول ما ياخد اللون الجلد الحلو ده على طول كده اجيب المقصوصه بتاعتي او الشبكه بتاعتي وابتدي اخرجه عليها وافرده كده على مناديل المطبخ علشان يبقى مقرمش جدا وكريسبي اخر حاجه بقى معايا نزلت باخر دور معايا من البصل هحمره بنفس الطريقه وبنفس الخطوات واول ما يحمر على طول قبل ما ياخد اللون بكون كده مستعده لان اخرجه على مناديل المطبخ شايفين معايا ما شاء الله تبارك الرحمن سامعين الصوت والقرمشه تبارك الرحمن شايفين جميل جدا ومقرمش دي مش كل الكميه انا بس اخدت كميه كده علشان اوريكوا قد ايه هو مقرمش جدا وكريسبي وكمان طعمه زي السكر شايفين بيفرك معايا ازاي انا بفرك لكم شويه علشان تتاكدوا من القرمشه بتاعته وقلنا كل الخطوات اللي اتخرجوا معانا بالشكل القمر ده بعد كده هنعمل الرز انا جبت حله كده نزلت فيها بثلاث اربع معالق من الزيت بتاع البصل اللي احنا حمرنا فيه البصل هنستخدمه في كل الطبخه نزلت بثلاث اربع معالق من زيت البصل اللي حمرنا فيه البصل ونزلت كده بالشعريه حوالي نص كوب من الشعريه علشان هعمل بيها كوبايه من الرز هبتدي احمر في الشعريه لحد ما تاخد لون ذهبي كده حلو وابتدي انزل بقى بالرز بتاعي انا غسل الرز المصري ونقعاه طبعا ربع ساعه كل ما تنقعيه كل ما يزيد حلاوه وبيبقى لونه فاتح وكمان بيبقى مفلفل كده وجميل هنبتدي الشعريه ابتدت تاخد معايا اللون ما شاء الله اللهم بارك هنزل عليها بالرز وبعد كده هنبتدي نكمل بقيه الخطوات الرز عندي هنا تقريبا كوب من الرز على نص كوب من الشعرية اللي انا حمرته معاكم وهنبتدي ننزل عليه بنص معلقة من الملح زي ما احنا شايفين كده دي كافية جدا للمقدار اللي عندي وكمان هننزل عليه بالمية وياريت المية تكون سخنة بس هنديلهم تقلبتين كده مع بعض علشان الرز يتحمص كده مع الشعرية ويبقى مفلفل معانا وطعمه جميل جدا ما شاء الله اللهم بارك لازم الشعرية كده تبقى واضحة في الرز بتدي تست حلوة قوي وبتبقى ريحتها تحفة جدا انا من عشاق ريحة الشعرية المحمرة ولسان العصفور المحمر بيبقى ريحته تحفة خاصة لما بتضيف المية كده الروايح الجميلة كلها بتطلع هضيف المية بتاعتي المعيار الرز المصري بحط له معيار ونص ناقص سنة يعني علشان يبقى مفلفل وطعمه لذيذ هنبتدي نقلبهم تقليبة حلوة كده علشان الملح يتوزع كويس جدا في الرز بتاعنا وبعد كده هنبتدي نغطي على الحلة بتاعنا ونسيبها على نار عالية في البداية لحد ما يتشرب المية وبعد ما يتشرب المية هنهدي النار زي اي رز عادي بنطبخه تمام كده يبقى عملنا الرز بشعرية وعملنا الورد هنبتدي نكمل بقية الطبخة بتاعتنا بس هدي الرز تقليبة كده اول ما المية بتغلي بنديله تقليبة كده علشان نجيب الحلة من تحت لفوق زي ما احنا شايفين كده وبعد كده هنسيبه بقى يتشرب وهدي النار لحد ما يتلدن معانا كده للاخر في الوقت ده انا كنت بسلق العدس بتاعي العدس طبعا البني او العدس بجبه غسلته كويس جدا ونقعته حوالي نص ساعه وبعد النقع صفيت الميه وغسلته تاني ورفعته على النار كده مع مقدار من الميه علشان يستوي العدس من اهم الحاجات في الكشري بعد البصل طبعا لازم تسلقي العدس بشكل كويس جدا عشان يديكي شكل كويس وطعم لذيذ زي ما احنا شايفين كده العدس مستوي ومش مهري اهم حاجه العدس ما يكونش مهري والقشره بتاعته خارجه من عليه كده فيبقى طعمه وشكله مش لطيف لازم يبقى متماسك وفي نفس الوقت مستوي تخلي بالك من الحكايه دي هو ما بياخدش وقت كبير على النار يعني بعد الغليان حوالي عشر دقائق ربع ساعه بالكتير بعد كده هنسلق المكرونه جبت حله فيها ميه وانا ماليه الحله ميه النهارده عشان انا هعمل مقدار زياده فعايزه المكرونه تبقى بتتسلق في كميه ميه ما تبقاش الميه قليله عليها عشان تبقى جميله جدا نزلت بكيس مكرونه كده اول ما الميه ابتدت تغلي طبعا انا ضفت ملح في البدايه وكمان ضفت معلقتين كده من الـ الـ الزيت بتاع البصل اللي حمرنا فيه البصل للميه وضفت كمان المكرونه المقصوصه وكمان المكرونه الاسباجتي بحب اعمل ميكس ما بينهم كده في الكشري بتبقى خطيره دلوقتي اخدت برضو شويه من زيت البصل وهبتدي اعمل الصلصه بتاعتي الصلصة محضرة طماطم عندي عصراها ونزلت بمعلقة كبيرة كده من التوم على الزيت وهبتدي اشوح في التوم اللهم بارك الريحة تحفة لحد ما ريحة التوم بتاعتي تبقى حلوة كده والتوم يلون معايا وياخد اللون الجلد الحلو هبتدي بقى احضر التوابل اللي انا هضيفها عندي هنا هعمل الشطة فضفت معلقه من الشطه كبيره الشطه دي يعني اللهم احفظنا يعني نار كده انا عاملاها كنت مجففاها وعاملاها ومشطشطه بطريقه مش طبيعيه نضفت كمان معلقه صغيره من الكزبره البودر وهضيف كمان معلقه كبيره من البابريكا بتعزز اللون معايا بتاع الشطه وبتخلي شكلها حلو جدا وهبتدي اقلبهم كده لحد ما ريحة التوابل القمر دي تطلع ويطشهم بقى بفنجان من الخل هنا بقى تعالي مش قادرة اوصف لك ينهار جمال الطعم والريحة مش قادرة اوصف جمالهم هبتدي بس اضيف فنجان كبير من المية او كوبايه من المية علشان نبقى كده عملنا الشطة اللي هناكل بيها الكشري لو بتحبي الشطه دي بقى اه, تعالي بقى دوقي عندي شطه طعمها رهيب جدا اه, مش بطريقه مش طبيعيه هسيبها تغلي واظبط الملح طبعا وكده نبقى عملنا الشطه اللي بتقدم جنب الكشري اللي بتفتح النفس اه, نص معلقه اقل من نص معلقه من الملح على قد المقدار اللي عندي كفايه جدا واول ما تغلي هطفي عليها النار وكده الشطه بتاعتنا تمام لونها خطير جدا زي ما احنا شايفين اللهم بارك هديلها بس سنه كمون كده حوالي ربع معلقه صغيره علشان بقى القولون ما يزعلش مننا لازم الكمون يبقى معانا في كل حاجه لان احنا النهارده في كميه بصل وتوم كتيره في الاكله فلازم نعمل حاجه كده تخلينا مرتاحين بعد الاكله دي هنبتدي خلاص ابتدت الشطه تغلي معايا هبتدي اطفي عليها النار واركنها على جنب ونشوف هنعمل ايه بقى في الخطوه اللي جايه هنجيب حله تانية بقى صغيره كده ننزل فيها بشويه من زيت البصل اللي احنا استخدمناه في تحمير البصل ونبتدي نسيبه يسخن شويه وننزل عليه بمعلقه كبيره من الثوم هنا هنعمل آآ الصلصة اللي بتتقدم مع الكشري هنبتدي نحمر الثوم زي ما احنا شايفين كده شايفين معايا الثوم المفروم اول ما يبتدي يتحمر كده هننزل عليه معلقه حلوه من هريسه الشطه انا بحب ادخل هريسه الشطه في كل حاجه تدي تيست حلو جدا يعني اللي مش عايز ياكل شطه اللي احنا عملناها قبل دي على طول ممكن ياكل الصلصه مع الكوشري بس تبقى برده فيها تسب حلو كده خفيف ففيخ ولسعة خفيفه من الشطه نزلت بمعلقه من هريسه الشطه كده وهبتدي اشوحها برده مع الثوم ما شاء الله اللهم بارك يا ريحه وهميه اول ما الثوم يبتدي ياخد معانا لون حلو زي ما احنا شايفين هنبتدي بقى كده نكمل خطواتنا ما شاء الله ريحه خطيره في التوم مستمرة علشان ما يتحرقش معنا ويفضل معنا كويس اول حاجة هنطش كده فنجان من الخل فنجان الخل ده اول ما بينزل على التوم بيعمل ريحة تقلب الدنيا نجيب اخر المكان هننزل بطماطم اللي احنا عاصرينها ومصفينها من القشرة كده كويس ونسيبها بقى تتسبك بس هنديلها رشة من الفلفل الاسود زي ما احنا شايفين وهنظبط لها الملح ونسيبها تتسبك تسبيك مش كامل يعني حوالي تلات اربع تسبيك كده علشان ما تبقاش ناشفة معانا بالكامل اديت لها رشة كمان من الكزبرة البودر وطبعا لازم الكمون اساسي في كل حاجة بنعملها النهاردة احنا قلنا الكمون اساسي ليه علشان القولون بتاعنا ما يزعلش النهاردة مننا المكرونة بتاعتي كانت زي ما احنا شايفين كده اتسلقت اخدت تسوية حوالي سبع دقايق بعد المية ما ابتدت تغلي بتقعد سبع دقايق وتخلي بالك ان المكرونه ما تتهريش عشان تبقى شكلها لطيف جبت الزيت بقى المتبقي عندي بتاع البصل ونزلت على المكرونه ودي خطوه مهمه جدا بيعلي التست بتاع المكرونه وفي نفس الوقت بيخلي المكرونه مفلفله كده وما تعجنش معانا وتبقى كتله واحده الرز استوى معانا اللهم بارك مفلفل كده وجميل ولون الشهريه فيه خطير علشان متحمره تحمير صح هنبتدي نغري في الرز في سيرفيس كده اول حاجه ونبتدي بعد بعد كده هنحط المكرونه المشكله زي ما احنا شايفين الاسباجيتي والمكرونه المعكوفه او الهلاليه زي ما احنا شايفين الميكس ما بينهم بيبقى شكله في الكشري حلو قوي وبعد كده بقى كتري من العدس اللي هو في جبه لانه خطير وفي قيمه غذائيه عاليه جدا جدا وكله حديد وفيتامينات كتيره علشان ولادك ياكلوا من الحاجات الصحيه الجميله دي البقوليات كلها فوايد و طعمها لذيذ وكمان آه نبعد شويه عن اللحوم وناكلهم اكل برده مختلف ما شاء الله اللهم بارك واخر حاجه بقى هنجيب الورد بتاعنا المقرمش الكريسبي الخطير اللي لونه حلو قوي وكمان طعمه مسكر معانا وريحته خطيره هنبتدي بقى كده خلصنا السيرفيس بتاعنا بتاع الكشري اللهم بارك ممكن تقدميه بالشكل اللي احنا شايفينه القمر ده وتقدمي جنبه الصوصات بالشكل ده وكل واحد يحط الصوص اللي هو عايزه على الطبق بتاعه او ممكن تسرفسيه بقى وتقدميه بالصوص شايفين شكله اللهم بارك من قريب تحفه فنيه يفتح النفس معمول بنظافه وبحب وبطعامه وكل حاجه متاكده ان هي كويسه منقيه العكس بتاعك وكمان المكرونه حلوه ونظيفه والشعريه تمام آه كل حاجه مغسوله ونظيفه وزي الفل هنبتدي كمان نجيب كده كبشه ممكن تقدميه بالشكل ده وكمان ممكن تسرفسيه كمان بال بالصوص بقى بالصلصه الحمراء اللي عندنا كده انا اخد شويه كده اسرفس بيهم الطبق بتاعي الجميل ده علشان يبقى شكله حلو كده وشهي والباقي بقى ساعة التقديم ممكن تقدمي هتقدمي طبعا الصوصات جنبه وكل واحد يحط بقى الصلصة او الشطة على حسب ذوقه وكده نبقى عملنا النهاردة الكشري المصري بتركاته وبتفاصيله كلها هيطلع معاكي فاخر على الاخر ولازم تجربيه وما تنسيش اللايك والشير والسلام عليكم